لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات: في جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده. قال: ومنها الباطن، قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نفي التشبيه في مجموع هذه الأسماء، فإن من كان باطنا لم يكن ظاهرا، ومن كان أولا لم يكن آخرا من المخلوقات. الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن. المخلوقات الذي ابتدأ منها وكان قديما أو أولا قبل غيره، زال قبل زوال غيره، بل قبل وجوده أحيانا. ومن كان آخرا لم يدرك الأول. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولا شيء له هذه الصفة سواه سبحانه وتعالى. وكذلك الظاهر لا يكون باطنا، والباطن لا يكون ظاهرا. ومعنى الباطن ليس كما يظنه الناس أنه داخل كل شيء، ولكن معنى البطون بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. لأن الباطن محجوب، والله عز وجل لا شيء من خلقه محجوب عنده، هو مطلع على جميع الخلق. لا نعني أن الخلق ليسوا محجوبين عن الله، عن رؤيته، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سمحت وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن معنى أنه الباطن الذي ليس دونه شيء، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن الذي أنت داخل كل شيء، أو عكس الظاهر تحت كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن كما هو معلوم أن الباطن هو الذي يكون محجوبا عن الخلق بما ظهر دونه من الظواهر. فلو قلنا مثلا: ظاهر الكرة الأرضية يحجب عنا باطنها، فنحن لا نعلم عما في باطن الأرض. نحن ربما نعلم كما ذكر بعضهم في هذا هذا الوقت عندما انفجرت الغواصة التي تنزل إلى المركبة الغارقة تيتانيك، فقالوا: نحن لا نعلم شيئا عن باطن أو عن قاع المحيط، بل نعلم عن سطح القمر أكثر مما نعرف عن قاع المحيط، سبحان الله، أو نعرف عن الفضاء أكثر مما نعرف عن قاع المحيط، فضلا بقى عما في داخل باطن الأرض تحت قاع المحيط. فوق طاقة الإنسان يتحمل ضغط هائل جدا، حتى ما أنزلوا من الأجهزة لم يكتشف إلا شيئا يسيرا. فهذا الظاهر غطى ما في الباطن، والله عز وجل ليس دونه شيء. الباطن عنده كالظاهر، لا يحجبه الظاهر عن الباطن كما هو يحدث عندنا.
ولذا قال ليس دونك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. لماذا نحن لا نرى مثلا ما وراء هذا الجدار؟ هذا الجدار دوننا ودون ما في الخارج فنحن لا نراه. نقول لماذا لا نرى ولا نسمع مثلا نحن هنا في مصر مثلا ما في أمريكا الآن باللحظة في بلد من البلاد أو نحو ذلك؟ لأن المسافة الطويلة دوننا ودونها، فلذلك لم نعلم ولم نرى ولم نسمع ما في الفضاء الواسع. المسافة الهائلة فوق تصورنا منعت آذاننا أن تسمع الأصوات والمرائي أن تصل إلى آذاننا وأعيننا. دوننا ودونها هذه المسافة الطويلة، الله ليس دونه شيء. الغيب عنده شهادة، والباطن عنده ظاهر، والسر عنده علانية. ليس دونه شيء، لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا ظاهر باطنا. أنت مثلا ومن يخالفك تلقاه فيبتسم لك ويظهر لك الود ويحتضنك، وفي قلبه من الغل والغش وتمني زوال النعم والمكر والتخطيط ما لا تحيط به علما. لماذا؟ لأن الظاهر دوننا وبين هذا الباطن، لا نعلم ما في نفسه، لأن ظاهره خبأ باطنه. بل ووالله بواطننا نحن مخبأة عنا بما قد تخبئه النفوس، لأن الله عز وجل وحده هو الباطن الذي ليس دونه شيء، ولذلك يعلم السر وأخفى. فلذلك المسافات لا تحجب شيئا عنه سبحانه وتعالى، والظلمات التي خلقها لا تحجب شيئا عنه كما تحجب عنا. كانوا يقولوا برضو في قاع المحيط محدش شايف حاجة خالص، ظلام دامس 24 ساعة، يستحيل ضوء الشمس أن يدخل إلى الأعماق، فتحت ظلمة تماما. اللهم نسألك العافية، هي ضغط هائل، ظلمة تامة، برد شديد. الله عز وجل هذه الظلمات التي خلقها لا تواري منه شيئا، هو عز وجل ليس دونه شيء. هذه الظلمات لا تحجب شيئا عنه، وهذه المسافات لا تحجب شيئا عنه. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا ظاهر باطنا، ولا شهادة تواري غيبا سبحانه وبحمده. ولذلك هذا الأمر لا يكون صفة للمخلوقين، لأنه ما من باطن إلا والله دونه. إن الباطن ده الشيء البعيد جدا عن إدراكنا، الخفي، زي ما قلنا كده نفوسنا أحيانا إحنا مش عارفينها. لا مش احيانا والله، ده احنا مش عارفين حاجه عن نفسينا. ده اذا كان اجسامنا الظاهره دي اول ما يتفتح فيها حاجه تظهر حاجات عجيبه فيها، مش شرط تكون، مع انها سبحان الله الخلق عامتهم عضلاتهم واعضاء عظامهم وشرايينهم واوردتهم واعصابهم شبه بعضها، بس ممكن تلاقي واحد مختلف عن التاني. ولذلك الأشياء دي إحنا ما نعرفهاش، بنحاول نعرف نشوف بالأشعات ونحو ذلك، لكن كل ده ما بنصلش إلى حقائق الأمور، إلى بواطن الأمور. والنفس بقى اللي هي النفسية مليئة بأعاجيب من التكتمات. الله يعلم السر وأخفى. السر ده بين اتنين، وأحيانا يطلق السر على
واحد، يعني واحد كتم في نفسه شيئا، وده كما قال الله تعالى فأسرها يوسف في نفسه، بقت من ضمن الأسرار. أما ما هو أخفى فإن النفس الإنسانية لها أغوار عجيبة وعمق ربما يكون أكثر من أعماق المحيط. علم النفس مثلا بيحاولوا يكتشفوا حاجات ضلمة في نفس الإنسان، ظلمات فعلا بالنسبة لنا، ويقعدوا يطلعوا نظريات ويقعدوا يشوفوا يعني إيه الاحتمالات، ويجربوا أدوية تؤثر على المزاج أو على السلوك أو على التصور أحيانا، يعني في حاجات على سبيل المثال مواد معينة لما تنقص تبدأ الضلالات تظهر والهلاوس في الإنسان. هم بيجربوا أدوية وجربوا أنها لما تتاخد مثلا الحاجات دي بتختفي، يبقى واحد عنده الدنيا كلها بتطرد وعايزة تموته ومؤامرات، ويبدأ ياخد العلاج الحاجات دي تتنسى خالص بعد ما كان اقرب المقربين ايه اللي كان عايز يموته وهو متصور كده مثلا، او يقول لك انا بشوف حد جنبي معايا وهو في الحقيقه ما فيش حد. ناس طبعا كتير قوي تفسرها جن، وممكن يكون جن ماشي ليس ممتنعا، ولكن في جزء منها هلاوس بصريه وفي هلاوس سمعيه هي خفيه على الانسان ده، بس ممكن بيدورهم على حاجات توصل لنتيجه. وفي حاجات أعمق من ذلك بكثير، النفس الإنسانية لها أغوار لا يعلمها إلا الله، صاحبها نفسه ما يعرفهاش. الشخص العادي، مش لازم الشخص اللي هو مريض نفسيا اللي الدكتور هيقول ده عنده مرض نفسي عشان بيشوف ويسمع ويفكر بطريقة مختلة ويتصرف بطريقة مختلة، لكن احنا بنتكلم على إن كل إنسان عادي جوه نفسه دوافع. عشان كده السلف كانوا يخافوا على نفسهم جدا من الرياء، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، وأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إنه أخفى من دبيب النمل. يعني النملة هو حد بيحس بصوت مشيها من خفتها، أخفى خفي جدا، ولذلك بيخفى على صاحبه. ليه بيقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؟ بيدعو ليه ربنا تقبل منهم؟ إنما أرادوا وجهه سبحانه وتعالى وأخلصوا له، لكن خايفين يكون في دوافع مش صحيحة، تكون دوافع تانية هم مش واخدين بالهم منها، فعشان كده يقولوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويقول ابن عمر لأن أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما تقبل الله من المتقين، أو غير ابن عمر. يعني المسألة ليه هم قلقانين من القبول؟ لأن هناك ما هو أخفى، لأن النفس الإنسانية لها دوافع خفية قد تفضح بعد ذلك، نعوذ بالله. كبر إبليس كانش باين ولا ظاهر له أثر، وكان قريب من ربنا، لأن الكبر ده كان حاجة مستكنة خفية علمها الله عز وجل، ولكن كان ما عملش حاجة وما ظهرش منه شيء، وهذا الأمر ابتلاه الله عز وجل ليظهره، نعوذ بالله، ابتلاه بالأمر بالسجود لآدم كسائر الملائكة. فهنا انفجر بركان القبح والسوء والكبر والعجب والإباء والحسد، كل ده ظهر منين؟ الابتلاء اللي أظهر ما كان خفيا، سبحان الله، ما كانش ظاهر، ولذلك ما أثرش على منزلته قبل أن يظهر وقبل أن يعمل. حتى ولو عمل قلبي كان لسه ما عملش عمل قلبي، بل كان في المنازل العالية التي قال الله له فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. نعوذ بالله. في أشياء بيبتلى الإنسان في مواقف معينة
تظهر ما في باطنه. اللهم إنا نسألك العافية. هو عز وجل أعلم بما في النفوس. في ناس كانوا على مراتب عالية، واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الناس بتبتلى، واحد كده واحد كده. ناس سمعت القرآن، الاثنين سمعوا القرآن، واحد قال إن هذا إلا قول البشر، واحد صدق به من ساعته، وهو القرآن، هو القرآن. الابتلاء يظهر ما في النفوس. ونسأل الله العافية، لأن الله هو الباطن الذي ليس دونه شيء. لذلك خاف أهل الإيمان على أنفسهم من النفاق، خافوا أن يكون هناك ما هو أخفى عليهم في أعماق نفوسهم مما يطلع عليه الرب عز وجل. نعوذ بالله من حال من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله من النار. الكتاب ما ظلمه، الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن كان في علم الله ما في باطنه، أحاط الله بباطنه فابتلاه فعمل بعمل أهل النار بعد أن كان بينه وبين الجنة ذراع. ونحن نرى أناسا عاشوا عمرهم مسلمين، ثم قبل موتهم منهم من ألحد، منهم من تنصر، منهم من تهود، منهم من والى اليهود والنصارى والكفار. يصل البعض بالابتلاء بما في الباطن إلى أن يعبد بعضهم الشيطان، نعوذ بالله. الواحد بيتعجب، يعني الناس تبقى عارفة إن الحفلة دي بتاعت واحد من عبدة الشيطان، وإن هو بتتعمل طقوس الناس بتموت بعضها أو يموتوا نفسيهم، ما بيحسوش والعياذ بالله. وبعدين تتعمل الحفلة دي، يبصوا الناس يلاقي إن جميع التذاكر الغالية اتحجزت والباقي اتحجز كمان. اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك وننكر وجود ذلك في بلاد المسلمين، لكنها الابتلاءات. لماذا؟ لأن الله يعلم ما في نفوس الكثيرين. ناس كانوا من كتر المعاصي قريبين من الكفر، يبتلوا بقى بشيء يوم يقعوا. إذا كان في ناس كانوا من يعني أعالي الناس إيمانا وطاعة، ثم ابتلوا في آخر الأمر فظهر ما في الباطن مما يعلمه الله، فاكتسبوا عمل أهل النار. فكيف بمن كان على الحافة بسبب ارتكاب الكبائر يوشك أن يقع في كفر؟ ونعوذ بالله من ذلك. اللهم إنا نسألك العافية. الله هو الباطن الذي ليس دونه شيء. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.